الأسبوع. نعم بسبب كثافة المباريات. وطالب من الفيفا إلغاء منافسة كأس العالم. ولماذا لا يلغي المباريات وسط الأسبوع لما لا يكون هنالك دوري أبطال أوروبا ويكون فيها ديكالاج أو موان سومان وما يلعبوش أو ميديو دلاسمان؟ حتى إسبانيا ميدو إسبانيا تنمها بيناتنا في, 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 في الجدولة تاع المباريات. شوف شوف الكلاسيكو دائما بين برشلونة يلعبوا مع البايرن والريال يلعبوا مع بوريسيا بعد يلعبوا الكلاسيكو سي با نورمال باش يشوفوا كلاسيكو ممتع على الاقل. شوف شوف الاسابيع اللي الريال وبرشلونة ما عندهمش رابط ابطال اوروبا دير في هذاك الاسبوع دير ريال مدريد برشلونة باش يكونوا في افضل الاحوال. تتخيل انه بايرن ميونخ وريال مدريد امام بوروسيا دورتموند يفقدوا لاعبين للاصابه, برشلونة يفقدوا لاعبين الاصابه, راك تخسر في الكلاسيكو هكذا 22 26. كان دائما هكذا والعكس بالعكس. واش كانوا يديروا ثاني اسبانيا كي يكونوا برشلونة وريال مدريد عندهم مباريات في الادوار الاقصائيه في نصف النهائي تاع رابطه ابطال اوروبا, مباريات قويه جدا يجيبوهم يلعبوهم يلعبوهم من قبل يلعبوهم قبل بعد 3 ايام موراها تلعب دومي فينال تشامبيونز ليغ. وكانوا برشلونة دائما يخرجوا بعد الكلاسيكو يخرجوا شفا برشلونة ماشي منافسه في الدور نصف النهائي هما وريال مدريد. الريال امام البايرن بركله الترجيح ودورتموند خسروا فيه زوج. نعم وهذه نقول لك حاجه ميدو والله العظيم قال كلاسيكو كما كانش كلاسيكو هذاك الوقت والله يقدروا يطلعوا يقدروا نعم. يطلعوا برشلونة ولا ريال مدريد داروا لهم كلاسيكو نعرفوا انه ريال مدريد وبرشلونة مهما كان المستوى تاعهم يرموا بكل ثقه لهم سواء بدنيا ولا فنيا في الكلاسيكو. نعم بعد موراها انت تلعب مع بايرن ميونخ وتلعب مع تشيلسي سي با نورمال. نعم عطينا خبر من صحيفة ماركا أو راديو ماركا حول أرنولد واقترابه من نادي ريال مدريد أكساس. سنحاول تعليق سويا على هذا الخبر. إذن راديو ماركا أرنولد يقول نعم لريال مدريد, هناك اتفاق كامل على أن يصل حرا في عام 2025 ولا يتم استبعاد إمكانية تقديم توقيعه إلى شهر جونفي, لكن الأمر معقد نوعا ما. نعم كل الصحف الإسبانية تكلمت على أرنولد وعلى الاتفاق تاعه مع ريال مدريد. بون لاعب هو لاعب جد مهم, لاعب عنده نزعة هجومية كبيرة, عنده يسد عنده تسديدات نحو المرمى, عنده مخالفات تاني, هذه هي القوة ديالو. دفاعيا أنا بالنسبة لي سيرتو في البطولة الإنجليزية دفاعيا نقول ماشي كما هجوميا مي يريح لاعب مهم وكان يستقبلوها يستقدموها ريال مدريد. المناصب ايضا يلعب حتى في وسط الميدان. لا بصح سيرار يلعب في وسط الميدان هذا كي كان يلعب في انجلترا تكون في نتكلموا على على فتره اصابات تقدر ديروا حل من باسكو يعرف يلعب كره بصح بعد بعد طريقه اللعب كيفاش تلعب تقدر تلعب ثلاثه من الخف ثلاثه اربعه ثلاثه تقدر ديروا نعم. على الجهه اليمنى نعم. بعد ما اكتظت وامتلأت في الايام القليله الماضيه باللاعبين المصابين ها هي تبدو شاغره هذه الايام. عيادة برشلونة لم يعد فيها أي لاعب حسب علمي مصاب والآن مشكلة أروخو فقط مازال ويامين يامال لا لا يامال لا لا لكن عدم الإساءة عدم الحمل زائد على مستوى الركبة يتدرب احتمال كبير ما يقوم مارك أندري ترشتيغن أو يتدرب أو عادي ترشتيغن أمره قضية خلاص الموسم بالنسبة له. يامال سيعود ميدو حارس المرمى ونتحدث الآن عن وسط ميدان برشلونة. الآن كل اللاعبين متاحين يميدوا في رأيك من هو الثلاثي الذي سيمثل برشلونة في قادم المباريات؟ قصدوا الآن الآنية لأنه ما تقدرش غافي بعد عام من الغياب يبدأ كأساسي مستحيل. أعتقد بأنه قصدوا بيدري رفقة أولمو. لماذا؟ قصدوا يقدم موسم رائع جدا الموسم مع برشلونة رغم أنه كان في غاية بالظلام الموسم الماضي كان يلعب مع البارسابي في الدرجة الثانية وما ناش الفرصة مع فليكنا الفرصة كاملة أصبح كأساسي. بيدري يقدم تقريبا أفضل موسم له مع برشلونة هذا الموسم بسبب غياب هجس الإصابات نعم هجس الإصابات غائب عليه بيدري لحد الآن. وأولمو العائد من الإصابة كان بدأ بداية قوية أصيب أكيد سيتم عودته ستكون تدريجيا. عودة فرانكي ديونغ اليوم الأخبار في برشلونة اليوم الجميع في برشلونة يطالب ببيع عقد فرانكي ديونغ لأنه متبقي سنة ونصف عقده مخافة الرحيل المجاني الموسم المقبل. قد يضطر برشلونة لبيع عقده مش ليس يضطر قد يتجه برشلونة لبيع عقده الصيف القادمة بما أنه لحد الآن شفنا فترة غيابه مع فليك لم يظهر
ما حسيناش صراحة بغياب فرانكي ديونغ عن صفوف برشلونة منذ بداية هذا الموسم. صراحة شفنا إريك غارسيا لعب مندمج، كاسادو، أولمو، بيدري، عودة غافي أيضا مهمة جدا بالنسبة لبرشلونة، ولو أنه بإمكان برشلونة إشراك أولمو كجناح أيسر ويدخل في تورنوفر مع رافينيا ومع يامين يامال، لأنه يامال ورافينيا وليفاندوفسكي أكثر لاعبي ورفقة إنيغو مارتينيز وكوبارسي أكثر لاعبي برشلونة مشاركة، برشا ستواجه كوندي الأكثر مشاركة فيهم قاع. برشا ستواجه البايرن، ستواجه إشبيليا يوم الأحد الساعة 8 ثم البايرن وبعد الكلاسيكو البايرن هذا الأسبوع. نعم، هل بدأت ترتعد ميدو؟ لا لا، بدأ برشلونة يعد العدة لمواجهة البايرن. البايرن ما هوش مليح في المباريات الأخيرة، ما نقولوش هذا الموسم، في المباريات الأخيرة ما قدمش على ملعب ملعب مانجويك. سيواجه برشلونة بايرن قمة كبيرة، خاصة أنه برشلونة في الجولة الأولى خسر ضد موناكو، بعدها فاز بخماسية على يونغ بويز، مباراة أمام البايرن اللي كان خسر على ما أعتقد تعادل 3-3 مع فرانكفورت. نعم، في البطولة ونهز مع أستون فيلا، خسر مع أستون فيلا في دوري الأبطال في ملعب الفيلا بارك. حتى هو عنده 3 نقاط ولكن عنده زائد 9 لأنه فاز ب 9 نقاط اليوم، عنده 3 مباريات ما فاش. نعم 3 مباريات بدون فوز. برشلونة في المركز 16 وريال مدريد في المركز 17 في ترتيب دوري أبطال أوروبا. شغلك تلعب فيفا اليوم 36 فارق، بردت شارم تاعها لا ديال الشامبيون. هذا النظام يجب ان يختفي بدايه من الموسم القادم، ومن يختفي ومن اقر هذا النظام يجب ان يمر الى محاكمه رياضيه عادله تنتهي بانهاء مهامه وانهاء نظامه. اعطينا اخر صوره واخر تصريح لبرنس بواتينغ، ماذا قال عن ابراهيم مازا الوافد الجديد للمنتخب الجزائري؟ إذن برنس بواتينغ متحدثا عن إبراهيم مازا، هذا الشاب هو بالفعل أفضل لاعب في الفريق، لماذا لا نسلط الضوء عليه أكثر؟ يجب عرض صور مازا في جميع أنحاء المدينة لإلهام المشجعين الشباب على ارتداء ألوان إرتا بيرلا بدلا من ألوان الأندية الكبيرة مثل بايرن ميونخ وبوريسيا دورتموند. نعم، اليوم بواتينغ هو لاعب تاع المنتخب الغاني ولعب عدة أندية في فريق برشلونة، عنده خبرة في الميادين. اليوم تكلم على لاعب مازا، نقول بلي هذا شيء إيجابي. قبل تكلم لك آمين على اللاعب مازا، أنا بالنسبة لي عندما أختار كما نقول المنتخب الجزائري وما فكرش وما كانش عنده كما نقوله فكر زعما عنده وقت كتير في في الفكر دياله، ولا بالنسبة لي لهذا الشعب الجزائري كل حب هذا اللاعب، ونتمنى له كل التوفيق في المقابلات القادمة إن شاء الله.